حنا رجعنا لكم اليوم الحماق مع حاتيم. غادي نمشيو لغيد فغافو باش نشوفوا خوتنا العرب باش تعيشوا معنا هذه الموهبه وغادي تعجبكم ان شاء الله. خصكم تتبعوني. غادي نهزوا الطوموبيل ديالنا وغادي نمشيو لغيد فغافو وغادي نحماقوا مع خوتنا المغاربه وغادي ننشطوا معاهم لحقاش كنحبوهم وكيحبونا وهما كيقلبوا علينا وحنا كنقلبوا عليهم. واليوم النايضه حماق حماقي مع حاتيم. احبابنا اليوم غادي تعيشوا معنا واحد الحلقه زوينه مع حماق حماقي والهبال هبالي. حماق حماقي والهبال هبالي غتعيشوا معنا واحد الحلقه وغادي تضحكوا فيها بزاف مع حاتيم وراها نايضه مع بروكسل. لا واش كيف اصاحبي نسولك انت طنجي وياك؟ نو واش طنجي وياك؟ شنو مغربي؟ مكناسي. مكناسي اوكي علاش انا مغربي؟ فين في مكناس؟ شنو بلاصه في مكناس؟ حي السلام. حي السلام. ساكن هنا في بروكسل؟ اه بروكسل. اش كدير في بروكسل؟ ادوكاتور. اخرى كتحبو؟ كنخدم. اه خدم 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 خدم. فاش خدم؟ ادوكاتور في مدرسه. اوكي برافو عليك. شحال عندك من عام؟ سا سي ميستير سا سي كيستيون. بغيتي تقول ماشي مشكل ولكن حنا كنضحكوا معاك. 27 كتبان كبير. 27 اصاحبي اش غادي نقول؟ الحمد لله. علاش صحابك هربوا؟ والله ما نعرف. اشنو عندك في الميكا؟ وي انا عندي بوكس يا عم ما تفضحنا. انا صاحبك هو اللي عجبنا غنضحك. لا 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 بغيناك انت. شوف غنسولوك وما تكذبش علينا. انت مصري ياك؟ احنا مغاربه اوكي. احنا كنحبوا المصريين وكنموتوا عليهم ولكن احنا معروضين عندك اليوم ولا ما معروضينش؟ يا عمي سالنا الدواخيتنا في دوكا ومعروضين ومش معروضين. بغيت نعرف اشنو كاين في الميكا. نموتوا نحن نعرف شنو في الميكا. هذا تشيل تشيل. لا الخبز بس ايه القفشه اللي انتم قفشتوا لنا دي؟ اليوم غادي نغمسوا اليوم. تعس تغمس نغمس في التفصيل المغربي. لا بس انت لو بتكلم عن الطبخ يعني معروف المغرب بطبخ. انا واعرف الطبخ. انا كنطبخ مزيان. انايا انا كنطبخ انا كندير كل شيء. انايا كنطيب كل شيء. انت شنو كتطيب؟ القلوب. انا بنطيب. انا محطم قلوب العصاره والله. فكينا بلا اكل بلا بتاع. عايزين نتجوز. بس متجوز ولا مطلق؟ لا والله لسه نوفو ما تجوزتش. قلت لي يا قبيله عندك ربعة العيالات وطلقتي وحده. لا انا قلت لك فين هما الناس الاخرين؟ بغيت نسولك. والله ما قلت لك والو. نبغي نتجوز والله. بغيتي تتجوز؟ وي. تحب المغربيات ولا الجزائريات ولا التونسيات؟ بامانه لا الرابعه اللي غتزيد. مغربيه تونسيه زي بامانه يعني ما انت تدير فرصه للتالي. عطوك فرصه مغربيه ولا جزائريه ولا تونسيه ما عندك. انا بحب المغربيه بعد المصريه. شنو كدير في الحياه ديالك؟ خدام ولا كتقرا؟ والله كنقرا. اش كتقرا من القرايه من القرايات؟ اللغه الفرنسويه. وحنا فين عايشين؟ في بلجيكا. واش من اللغه كنهضروا بها؟ الفرنسي. واش كتقرا فيها؟ دي فرونسي. خاصك تقرا لغه اخرى؟ لا خاصني لغه اخرى في الالمان. وقلت لي الفرنسويه. هذه بروميير جيت فرونسي. دخلتي الحمام البارح؟ لا لا مازال ما دخلتش الحمام. لا عزيزك الحمام صافي لك كوبي خويا الله يحفظك. انت والكاميرا ديالك راني مزروب عندي لوط. قول لي الحمام بقى شي خاوي العام؟ ها؟ الحمام بقى شي خاوي العام؟ كي انت دخلت عليه؟ انا سولتك الحمام دخلتي لي قلتي لي اه. كي لقيتي الحمام خاوي العام؟ ما نعرفش. قول سقسي الكاميرا سقسي الجمهور ديالك. عزيزك الحمام ولا ما عزيزك الحمام؟ ها؟ عزيزك الحمام؟ سقسي الجمهور ديالك. سقسي الجمهور ديالك. ما زيدش الحمام. ها؟ زيدت الحمام ولا ما زيدش الحمام؟ ما زيدش عليا. وعلاش قلت لي دخلت الحمام؟ مازال ما قلتش دخلت الحمام. كي لقيتيه خاوي العامر شكون حكى لك ظهرك؟ قول لي. ربي يعاونك. الحوت اليوم حصل فيها غادي ندخلوا نشوفوه بيا ولا بيه باش نعرفوا الحقيقة ديال الحواته. تبعني. حصلتي فيها اليوم. انا دورت عليه ضربت في عيني. عليكم السلام ورحمه الله. عرفنا بالاسم ديالك؟ عبد الهادي. عبد الهادي من الخيار؟ لا لا عبد الهادي. عبد الهادي مول الحوت. مول الحوت. علاش البارح جيت عندك قلتي الحوت ما بقاش؟ ايوا جيتي معطل. مع جيت؟ جيتي حتى 10 ونص. وانا ما بغيتش شي حاجه كثيره بغيت غير شويه السرير و واللي قلت؟ وحريره. والحريره وعلاش قلتي ما بقاش كديدي؟ لا 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 كل شيء كاين اخويا مرحبا بك. هذاك الحوت واش ديال المغرب ولا ديال بلجيكا؟ ديال المغرب وبلجيكا كل شيء خلطة. مخلطة وفرنسا ومونديال. هذاك الحوت واش كيعوم في لابيسين ولا كيعوم في البحر؟ كيعوم في البحر وفي لابيسين. واش الملحة حارة ولا مالحة؟ نورمال. أنت على سموك طالياني؟ ها؟ أنت ما عمرك عشت في طالياني؟ أنا طالياني سلمت. سليم أبا طالياني. سليم أبا طالياني. شكون اللي كيعمر البلاد ديال أتاي؟ أنا. شكون اللي كيزيد الشيبة والنعناع؟ أنا. شكون اللي كيدور الحريرة؟ أنا.
خدام ولا شنو كدير في الحياه ديالك؟ خدام. كان سربي. كتسربي كوا؟ كان سربي الناس. كتسربي الحوت ولا الحوت كيسربي الناس؟ انا كان سربي الحوت. انت كتسربي الناس؟ اه كيف. والكرافطه ديالك علاش درتيها في الكحل؟ انا سيرفور. ولكن خصك ديرها في شلون اخر؟ لا لا الكحل هو ديال السيرفور. وعلاش مدرقها؟ ما مدرقهاش على البرد. جبدها خليني نشوفها. على البرد. جبدها. على البرد. صافي خليها مدرقها. واش مجوز ولا مطلق؟ مجوز مطلق. مطلق مطلق. شحال من مرة؟ سالي باطير. شحال تزوجتي من مرة؟ أربعة خطرات؟ لا مرة. شحال طلقتي من خطرة؟ مرة واحدة. وشحال داعيتي من خطرة؟ ما عمري داعيت أخويا. بغيتي تزوج ولا بغيتي تزوج؟ إن شاء الله باغي نتزوج. شتي بغيت نسولك؟ ما تكذبش. ملي كتدخل الدار كتلقى فيك الريحة ديال الحوت ولا لا؟ لا لا ما كتبقاش فيها ريحة الحوت. علاش الحوات ديال في المغرب كتبقى فيهم الريحة ديال الحوت ملي كتدخل الديور؟ أنا كندير الريحة بارفا دايما. لا هو قلتي الحوت إلا جا من المغرب. صافي دغيا غتكون فيك الريحه ديال المغاربه. لا لا انا فيها ريحه المغرب ولكن ريحه الحوت كنحيدها هنا. تبارك الله عليك. يلا الله يحفظكم. قول لي خدام كتقرا شنو كدير؟ انا مش خدام وجافوايا طرافاي والله بيغ موا سي تري تري فاسيل اي باي بابي. وكيفاش كتعيش هنايا؟ والله بنعيش مع جماعه اصحابي فاهمني، بس بندور على الخدمه صعبه عليها شويه عشان ما عندوش ورق وهيك. ان شاء الله ربي يجيب لك خدمه والله ان شاء الله. عرفتي علاش؟ حيت قلبك زوين وباغي مغربيه. وي والمغربيه تحب واحد يخدم خدمه باهيه. حبيبي يا عبد والله احنا نحبوا المصريين ونموتوا على الامه العربيه. والله وانا بنحب المغاربه مش عشان والو، يعني انا بنميزهم عن التوانسه والجزائري. تكلم بالمغربيه باش ندير لك لاكاس نعرفك واش غادي تتزوج بمغربيه. واش غادي تسلكك ولا ما غاديش تسلكك؟ ولكن بس المغربيه اللي حنتجوزها ان شاء الله ما تكونش من المدينه القديمه ولا من كازابلانكا. علاش من كازابلانكا هما؟ لان بتاعت كازابلانكا يعني انا مش عارف نقول لك ايه، عندها جرأة زياده عن اللازم، ما بتختشيش ما بتحشمش فاهمني، يعني ممكن تبقى ماشي معاها في الشارع تلاقيها شلحت لك وجه الشخره. سا نمبابو. والله العظيم اسمع انا اقول لك حاجه والله العظيم المصريه علمني علمني حبك سيده انا اتصرف كالصبيان وارسم وجهك بالطفشور على الحيطان، يا امرأة جعلتني احزن وانا من قبلك لن احزن. ده دل المصرية؟ والله العظيم، والله كنا أمة العربية والله فيهم ناس طيبين والناس حلوة زعما، فين ما تمشي كتلقى الأمة ديالنا مزيانة والله. مش العرب هم المسلمين كده بطبيعة الحال غلابة شوية. اوكي. عشت حشمان؟ يا قرب عندي. أنا لا مش حشمان. أنت حشمان وباغي مغربية والمغربية ما تبغي حشمة. لا أنا ما نبغيش مغربية. قول لي وشنو باغي؟ ما نبيش نتجوز هنا في أوروبا، إن شاء الله في العرب. في العرب؟ واخذ واحدة تصونك. في السودان؟ لا في العرب. في العرب بلاد يعني. اش من بلاد في العرب؟ في بلدي مصري. مصري؟ انت تحب انا نحب العرب تما، بس انا ناخذ بنتي بلدي تحترمني وتقيمني. تكون خدامه ولا كتقرا؟ نسيت النوم. اي شيء ما مش عنصر انا مع الخدمه وما كراي. عربيه يا عمي لسه وحدك حبيبها، ده طلعت مصاحبه الشله كلها. عامة بص الحلاوة حلاوة الروح فاهمني، مش المنظر. ما ممكن تكون حلوة بس شمال واليمين فيها عطلان. والله نحلف عليها انت عندك خمسة فيت السرعة. والله ما حصل وانا لسه ما اتجوزت، انا عندي 26 سنة عبالك. 26 سنة؟ والله عندي 26 سنة ولسه ما اتجوزت، ومراتي هتبقى زي ما انا عايز مش زي ما هي عايزة. والله طب بلام سامحني يا اخويا. سامحك ايه؟ تشبهني في عادل امام. الله يخليك حبيبي. على فكره بيتي في عادل امام. لا يا اخي ديالو ها كنت في المغرب بتحبيني؟ لا اشك من العيال دي اللي على الفيسبوك. لسه وحدك حبيبها بنسموه الليمبي هنا الاصدقاء مسمينه احمد الليمبي. والله احمد الليمبي اعطينا احمد الليمبي اعطينا شي موال اخوي اعطينا شي موال اعطينا شي اغنيه حدايا انت اعطينا شي موال. والله العظيم تورطنا ورانا والله ما تورط حضرتك انت خليتنا ماشيين ووقفتنا في الشارع بناء على ايه؟ مرحبا مرحبا. إلا ما طيبتيش العشاء نطيبو. لا تعالى نطيبو سوا ونتعشوا مع بعض في البيت لو عندك وقت. شكرا كنشكروك ولكن سامحني اعطيني شي موال ديال عادل امام. موال عادل امام موال مش عارف قول لي نقول له ايه بس انا مش عارف. نسولك انت اسمح لي اشي اسمح لي نسولك نو يا با دو بروبليم اون بو بارلي فرونسي يا با دو بروبليم طابي لاكي جو بارل افيك ما زامي. Ah, avec Zami. Moi, je pense que tu parles avec ta copine. Et je t'aime marocain, il est non. Quoi? Je t'aime marocain, il est non. Qu'est-ce que tu veux dire? From Eritrea. From Eritrea. Habeshia.
بس اللغه عربيه تسع لغات اريتريا واريتريا كلهم عربيه. الرئيس يتكلم عربيه وحدود السودان. انت من السودان؟ لا حدود السودان اريتريا 4 مليون مش كثير يا مزيان. تسع لغات لازم نتكلم عربيه. بس اريتريا دوله في التاريخ جماعه تحرير اريتريا مغربيه زمان. انت مجوز مطلق شنو كدير؟ لا لا انا مش مزوج. لا انا مش مزوج. انا اسمع استاذ شنو كدير؟ ديالنا تسع لغه. اول لغه اريتريا واحد لغه تقرينيا. تسع لغه اريتريا كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا. كيف الميكا؟ دو فارين كافي. شنو بغيت دير؟ انا ما في عربيه. tu parles quelle langue? Je parle français, en pashto, dari, hindi, italien. Ouais, je parle français mon ami. je pas parle italien. Ah, donc vous parlez français avec les mains? Oui, je parle oui avec les mains. شنو كدير في الحياه ديالك؟ انا بالنسبه لاني كتوشي طموحي مش كثير. كتوشي سي بي اس يا عمي؟ سي بي اس ايه خلاها على الله. انا عايز واحده محترمه نتجوز يبقى عندي بيت واولاد ومن الشغل للبيت وهي تكون محترمه. عشان انا لو ما بقتش محترمه. عندك بيت؟ لا والله ما عنديش بيت. وفينك تبات؟ ما عنده اصحابي ناس زي الورد زي اخو بنام عند واحد صاحبه. ايوه اخويا المغربيه فين غديرها؟ ها؟ المغربيه هي بس اللي لقوا امها وانا حنشوف لها اي خرابه تقعد فيها وخلاص. يا انا ما تقلقش. سامحني. اصحابه رجاله وبيوتهم مفتوحه. بس ما ينفعش الوضعيه كده. برافو عليك. ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك ايه حبيبتي، حبيبتي من زاهدا في العشق يتمنى البلاء. أنا النساء شربت من كؤوسهن جميعا إلا قاسك حبيبتي رضني حبا وإواء. فأما أنت وأنا حبيبتي ليس لنا غير الحب موطنا وإواء. بونجور مونامي. الله يخليك. والله احنا نحبوكم بزاف. والله كلمة أخيرة كتقول لأصحابك المصريين اللي كيعيشوا اللي كيشوفوك. لا بصراحة وما تزعلوش مني، أنا مش هنقول كلمة للمصريين، أنا هنقول كلمة لإخواتي المغاربي اللي قاعدين في لاكارد مور. باي لاكارد نور سي سا لاكارد مور جاكم بوغو. يخفوا من الشرب شوي. غير المغاربه والتوانسه والتوانسه ومغاربه بزاف وعلى طول السنغال ولا كل لا من السنغال وعلى طول بيسكروا ومبتاع ودانهم بابو. انتم مسمرتونا انت مسمره دي في الشعر. لا عم تاخرني. الاسم عرفنا بالاسم ديالك. لازم بوختانت يعني احمد احمد واحمد. ايه تيجي تاخد بوسي؟ مش عاجبك الحوار ولا ايه؟ يسبيك انجليش ها؟ ما انا ممكن نقول لك صلب ونهلفط بالكلام بس احنا على التلفزيون ها؟ والله نقلع لك البنطلون في الشارع مش فارق. خلاص ما ايه ده شويه يلا بينا. شكروك. لا تعال احنا نشربوا كافيه مع بعض. تبغي نشكروك على الله يخليك المشاركه اللي شاركت. والله ده انا مبسوط ان انت شاركتونا الفرحه اللي بارك الله فيك. والله سلام ابقى هنسلم على مين في مصر؟ ابويا وامي ست الحبايب وبابا فاهمني؟ محمد السيد طه حبيبي رفيقي من وانا صغير عشره عمري. ومحمد السيد حسد في بريطانيا. كيجيك عادل امام؟ عادل امام شنو كيجيك؟ عادل امام شنو كيجيك؟ بيجيني في الكوميديا بتاعته ان هو يعني ايه في الكوميديا بتاعته ما بتعرفش ان هو اهبل او رجعي فاهمني؟ بس بتاع حاجه حلوه يعني عامه. اوكي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ انا اسمي حاتم. لا يا اخي حماق حماقي والهبال هبالي مع حاتم. لا يا اخي انت حاتم حاتم انت اللي متكلم يا حاتم. والتاني بصرك ده اسمه يا حاتم؟ نو نو ايه؟ اسمه نو؟ نو انا اسمي حاتم. انا اسمي حاتم. ممكن نستجوبه المزمزيل دي؟ مزمزيل يا مزمزيل يا ايه الغرور اللي انت فيه دي؟